السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن اسباب اعتزام الحكومه تقديم وثائق وادله بتورط قيادات حوثيه في جرائم حرب. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات القيادات الانقلابية في جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري، تمهيدا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت الصحيفة عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات الحوثية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الإنقلابيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تثمر التحركات الحكومية دوليا في الانتصار لحقوق الضحايا؟ وإلى أي مدى ستنجح هذه الخطوة في تحقيق العدالة ومحاسبة قيادات الميليشيا على جرائم الانتهاكات؟ نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لا أنكى من جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب كل يوم غير غياب العدالة وبقاء الضحايا بلا إنصاف، وهي مأساة إضافية تعيشها اليمن منذ بداية الانقلاب وما تبعه من حرب وغارات جوية تسببت بسقوط مدنيين. فكلما جاء تحرك لإيصال ملف الانتهاكات الإنسانية إلى العالم أتى تحرك آخر مضاد، وأصبح ذلك تعبيرا عن تحول المنظمات الحقوقية المحلية إلى أدوات بيد أطراف القتال. في الجديد قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات القيادات الحوثية تمهيدا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. الصحيفة نقلت عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي. وفيما أنتجت هذه الحرب تبعات كبيرة خلال 3 أعوام، أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أنها قدمت عددا من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان. تتضمن هذه الملفات العديد من الجرائم التي نفذتها الميليشيا بحق المواطنين. جدل واسع إذن يشهده الملف الحقوقي منذ بداية تهميش واقع الانتهاكات، ففي الوقت الذي أثارت فيه الدعوات الأممية لإنشاء لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات في اليمن، ظلت التساؤلات تطرح عن دوافع هذه الدعوات، وفي المقابل ظلت التساؤلات قائمة أيضا عن الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية المشكلة حكوميا طيلة فترة عملها. إذن مشاهدينا، سنناقش في حلقة اليوم هو ما قالته صحيفة الشرق الأوسط عن اعتزام الحكومة اليمنية جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات القيادات الانقلابية في جرائم حرب ضد أبناء الشعب اليمني، من سيشملهم يعني جمع الأدلة المتعلقة بهم هم زعماء المجلس السياسي وأيضا العسكري، تمهيدا لتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية. هذا بحسب تصريح لوزير حقوق الإنسان محمد عسكر الذي صرح أن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات الحوثية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال وأيضا النساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في السجون. إذن مشاهدينا، سيكون معنا في حلقة اليوم ضيوفنا، سيكون معنا وزير حقوق الإنسان وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، وأيضا سيكون معنا المحامي حسين المجدري نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات. نبدأ مع ضيفنا وكيل وزير حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، مساء الخير. إذن سيد نبيل، هل تسمعني؟
إذن يبدو الاتصال بالسيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لم يجهز حتى اللحظة. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ليثما تجهز الاتصالات ومن ثم سنعود. إذن مشاهدينا عدنا مجددا، وسينضم إلينا المحامي حسين المشجلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات. سيد حسين مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد حسين. نتحدث اليوم عن اعتزام الحكومة تقديم ملفات وجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بتورط قيادات الميليشيا في جرائم حرب ضد الشعب اليمني. هل هذه الملفات التي ستقدم إلى الجهات الدولية يعني تدخل ضمن مهامكم في اللجنة؟ حياك الله أخي، أشكر لك وعلى القناة اهتمام بهذا الملف. والحقيقة أنا اطلعت على تصريح الأخ الوزير في وسائل الإعلام، وللتذكير يعني نود أن نوضح أن اللجنة بموجب قرار إنشائها هي مختصة بالرصد والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تحصل على أراضي الجمهورية اليمنية منذ العام 2011، بالتحديد من يناير 1 يناير 2011. نعم. على اللجنة بحسب التعديلات الأخيرة هي مختصة أيضا و بإحالة الملفات التي اكتمل التحقيق فيها إلى القضاء اليمني لمحاكمة المرتكبين الانتهاكات من كافة الأطراف، سواء من جانب ميليشيا الحوثي أو من جانب القوات المحسوبة على الحكومة أو من جانب القوات المسلحة اليمنية ومن أي طرف كان. هذا جانب آخر. في موضوع أيضا بالتذكير والذكر أن هناك يعني صعوبه في مساله اللجوء الى القضاء الدولي. اليمن ليست موقعه على اتفاقيه روما الخاصه بالمحكمه الجنائيه الدوليه، ومن المعلوم ان الاحاله الى المحكمه الجنائيه الدوليه لا تاتي الا من خلال احاله من مجلس الامن او من الضحايا انفسهم او من خلال الاليات المعتمده في هذا النسق. نحن الان بصدد في اللجنه بصدد بعدما استلمنا التقرير الثالث بصدد تسليم عدد من الملفات الى القضاء في القضاء اليمني او الواقع اليمني، وكما تعلمون يعلم المشاهد الكريم. نعم. ليس هناك احد من المطلوبين سواء كافه الاطراف باعتبارنا في اللجنه الوطنيه مختصين بالتحقيق مع كافه الاطراف وعلى مسافه واحده من كل الجهات. ليس هناك احد من المطلوبين وخصوصا من جهات جماعه الحوثي يوجد في خارج اليمن او يمكن القبض عليه ما لم يكن هناك يعني بسط للدوله او سلطتها على الاراضي اليمنيه بشكل عام، والتمكن من القبض على المتهمين في هذه الانتهاكات. وفي هذه الحاله ايضا الدستور اليمني يحرم او يمنع تسليم اليمنيين الى الجهات الخارجيه ويرجع الاختصاص للقضاء اليمني. اعتقد ان في حال تمكنت السلطات القضائيه او جهات الضبط القضائي والجيش والقوات المسلحه من تسليم اي شخص او القبض على اي شخص من المتهمين بالانتهاكات فلدينا قضاء بامكان ان يحاكم هؤلاء المتهمين ويحكم عليهم بالعقوبات المقرره. وايضا هناك لدينا مصوصة من التشريعات من ضمنها قانون العدالة الانتقالية الذي أقره مؤتمر الحوار وأقرته المبادرة الخليجية، وهذا يعني جعل هناك أو وضع هناك أسس وقواعد لمسألة جبر الضرر والمصالحة والمسامحة. أعتقد هذه المصوصة كلها يجب أيضا النظر إليها سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيادة المحامي. أشرك معنا من عدن المحامي عبد الناصر العربي عضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. سيد عبد الناصر مساء الخير. سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ سيد عبد الناصر. نعم اسمعك اخي، اسمعك. اهلا بك سيد عبد الناصر مساء الخير. العافيه.
أهلا بك. يعني بداية لو إذا ما تحدثنا عن اعتزام الحكومة تقديم ملفات للانتهاكات وتورط قيادات حوثيين بجرائم حرب، ما مدى فاعلية هذه الخطوة؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحامي عبد الناصر العربي. أعود لضيفي الآخر المحامي حسين المجدلي. سيد حسين، يعني إلى أي مدى أنتم متأكدون من نجاح هذه الخطوة في محاكمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من كافة الأطراف يجب لمسألة إرساء العدالة والمسألة جبر الضرر والمسألة أيضا عدم الإفلات من العقاب، يجب أن يقدموا جميعهم للمحاكمة أو أن يخضعوا للقانون بأي شكل، سواء قانون عدالة انتقالية تقر الحكومة في أي اتفاق سياسي أو في أي مرحلة من المراحل، أو من خلال القوانين الحالية، قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، بأن يقدموا بموجبة كمجرمين أو كمتهمين فارين إلى القضاء لينالوا أو ليحكم عليهم بالعقوبات المقررة قانونا ويتابعوا وفقا للقانون ويقدموا ويعتبروا مجرمين صارين في هذه الحالة. نحن في اللجنة الوطنية نبذل جهود كبيرة وجهود جبارة في الأيام القليلة القادمة. قبل 3 أسابيع تقريبا أصدرنا تقريرنا الرابع، كان يعني متوازن وربما اطلعتم عليه والكثير من المستمعين اطلعوا عليه. هنا رضا واستحسان كثير من المنظمات والمتابعين في مجال حقوق الانسان. نعم. تطرقنا للانتهاكات المرتكبه من جانب الحكومه وايضا من جانب جماعه الحوثي، وايضا تطرقنا للانتهاكات المرتكبه من اطراف اخرى، وحددنا بالاسم وبالصفه، وحددنا كثير من المسؤولين عن الانتهاكات المعروفة، وفي كثير من القضايا التي اهتم بها الرأي العام في الجمهورية اليمنية. نعم. طيب، يعني لو تسألنا عن تأخر خطوة كهذه من قبل الحكومة حتى الآن، برأيك لماذا تأخرت هذه الخطوة؟ أعتقد أن موضوع محاكمة المتهمين عن الانتهاكات يمكن النظر إليه من جزئين. الجزء الأول فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات من الأطراف المسؤولة عن هذه الانتهاكات من طرف الشرعية والحكومة، وهؤلاء يعني ولعلي لا أخفي سر أن هناك مجموعة من المسؤولين في هذه الانتهاكات، لا أقول كلهم ولكن مجموعة منهم قدموا للقضاء العسكري في بعض الانتهاكات التي ارتكبت للمحاكمة، وبعضهم تتم محاكمتها حاليا، وهناك أشخاص آخرين لم يتم محاكمتهم للأسف وتعلقنا إلى متابعة إجراءات محاكمتهم. هناك أيضا أمر آخر من جهة المسؤولين عن الانتهاكات في جماعة الحوثي وما كان يسمى بالقوات صالح قبل أن تتغلب قوات الحوثي على هذه القوات. هؤلاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات للأسف يعني يرتبط موضوع تقديمهم إلى القضاء بموضوع بسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي، ونتمنى ان يتم هذا الامر، كما نتمنى ايضا ان ترشد الدوله قواعدها في كافه المناطق وتحدد الاجراءات التي سيتم بها معاقبه ومحاكمه كل منتهك وكل من شخص اقدم على الاضرار بحقوق الاخرين. نعم، اذا ابقى معي سيد حسين. عاد الينا مجددا السيد عبد الناصر العربي. سيد عبد الناصر، يعني كنت قد سألتك لو تحدثنا عن اعتزام الحكومة تقديم ملفات الانتهاكات وتورط قيادات حوثيين في جرائم حرب، يعني ما مدى فاعلية هذه الخطوة؟ بالتأكيد لها فعالية جيدة جدا من خلال تقويم فكرة اتخاذ القرارات بالقوانين والقوانين و الجرائم ولتكون على الدولة وعلى الهيئات العاملة في إطار الدولة أن تقوم بدورها بعملية تقييم وإنجاز الملفات الإجرامية لهذه الميليشيات خلال القوانين القائمة في الدستور والقوانين التي عطلت بموجب المبادرة الخليجية ولا يمنع العمل بها، ومخرجات الحوار الوطني فيما يخص العدالة الانتقالية. نعم. هي قواعد آمرة إذا كانت في فقط إشياق تثبيتها ضد أشخاص بذاتهم وعينهم
نحو إقامة العدل من خلال تفتيش التهمة واتخاذ القرار الجزائي عليها. نعم، لكن على المستوى القانوني سيد يعني عبد الناصر، هل يسمح نظام روما بإحالة ملفات أشخاص في جماعات عنف مسلح إلى المحكمة للنظر في ملفاتهم؟ بمعنى هل النظر في ملفات جرائم انتهاكات تقوم بها ميليشيات مسلحة يدخل ضمن اختصاصات محكمة الجنايات الدولية؟ قد يكون هناك سيد عبد الناصر، هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد عبد الناصر العربي من عدن مرة أخرى. أذهب لضيفي المحامي حسين المجدلي. يعني سيد حسين، لو افترضنا أن الميليشيا يعني قامت بالمقابل أيضا بتقديم يعني نفس الملفات والوثائق التي ستقدمها الميليشيا أو عفوا الحكومة لإدانة هذه الميليشيا، هي قدمتها بجانب معاكس، يعني هل كيف ستكون المسألة إذا وصل الأمر في هذا الاتجاه، خصوصا أنهم يمتلكون حكومة في صنعاء وأيضا يمتلكون أدوات حقوقية في المحافل الحقوقية؟ كما ذكرت سابقا، اليمن ليست موقعة أولا على اتفاقية روما والاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. هناك آليات وضعها نظام المحكمة في مسألة القضايا التي تحال إليها والتي تسلم إليها والتي تنظرها المحكمة. نعم. من ضمن هذه الآليات وكما هو معروف القضايا التي تحال إلى المحكمة من مجلس الأمن، أيضا من هناك يعني اجتهاد من المدعي العام للمحكمة بقبول قضايا من بعض الأشخاص. يشترط في مثل هذا الأمر أو يشترط بقبول القضايا المرفوعة من الأشخاص أنفسهم أو من ضحايا أنفسهم إلى المحكمة أن تكون قد استنفذت طريق النظر أو يأس الضحايا من مسألة نظرها أمام قضاءهم المحلي أو أمام قضاءهم قضاء الدولة نفسها. أعتقد أن موضوع المحكمة الجنائية في مسألة اليمن هو تدويل لقضيتنا اليمنية التي نعاني جميعا في مسألة تدويلها وتدخل الشان الدولي في هذه الأمور، وأن مثل هذه الأمور إن كانت يعني ستنال من بعض الأشخاص وبعض الرموز، لكن لا يمكن إلى الآن أن مثلا على سبيل المثال اللجنة حتى الآن لديها حوالي 17 أو أكثر من 17 ما يقارب 20,000 ملف لحالة انتهاكات حصلت في اليمن. هل لدى القضاء الدولي أو هل من إمكان القضاء الدولي أو هل من الممكن أن إحالة كل هذه الكمية من الملفات إلى قضاء دولي لنظرها؟ أعتقد أنه من المستحيل، ومستحيل رفع هذه الملفات أو إحالة الضحايا إلى هناك. نعم. الأمر يتطلب وقفة جادة من الحكومة الشرعية، وأيضا يتطلب وقفة جادة من جميع اليمنيين في مسألة تقديم المتهمين أمام القضاء اليمني والمسؤولين عن القضاء يطالهم أو عليهم المسؤولية الأعظم في هذا الجانب، حيث يجب عليهم تأهيل القضاء لنظر مثل هذه الانتهاكات. المحكمة سبق وأن قدمت إلى مجلس القضاء بموجب اختصاصها في تقديم التوصيات والمقترحات لمسألة تحسين ظروف وضع حقوق الإنسان في اليمن وآليات المحاكمة وجبر الضرر. قدمت مقترح إلى مجلس القضاء بإنشاء محكمة نوعية متخصصة في مسألة محاكمة المنتهكين أو مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وقدمت هذه التوصية مع مبرراتها كامل، ونأمل من مجلس القضاء لتلافي القصور الموجود في بعض المحاكم وتلافي مسألة التخصص ومسألة الخبرات التي تحتاجها القضاء الذي يعملوا في مسألة التحقيق ومسألة الحكم في قضاء حقوق الإنسان، أن يتفاعلوا مع هذه التوصية ويبادروا إلى تأسيس المحكمة لتبدأ في نظر القضايا ويقوم القضاء بدور في نظر هذه القضايا. أشكرك حسين المشهلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، شكرا جزيلا لك. أعود ربما عاد إلينا مجددا المحامي عبد الناصر العربي. سيد عبد الناصر، هل تسمعني؟ سيد عبد الناصر، قبل أن يقطع الاتصال، يعني كنت قد سألتك على المستوى القانوني، هل يسمح نظام روما بإحالة ملفات يعني أشخاص في جماعات عنف مسلح إلى المحكمة للنظر فيها؟ بمعنى
هل النظر في ملفات جرائم انتهاكات تقوم بها ميليشيات مسلحة يدخل ضمن اختصاصات محكمة الجنايات الدولية؟ مجموعة من العصابات أو مجموعة من الميليشيات في مجموعة من الدول جرائم جنائية تثبت من خلال إثبات الحالة وتنفيقها تنفيقا دقيقا من خلال الملفات ومن خلال الشهود ومن خلال الاطلاع والتقنية الجديدة الآن هي مسألة التصوير ومسألة التكنولوجيا الموجودة في العالم. ولذلك القانون عندما يحاسب الأشخاص يحاسبهم بشكل جماعات مسلحة قامت بارتكاب جرائم حقيقية على الأرض وبوقائع موثقة. ولذلك الملفات عندما تذهب إلى هذه المنظمات أو لهذه المحاكم تقوم المحاكم بدورها من خلال هذه الحيثيات وتثبتها ويتم على إثرها التحقيق وتنصيب المحاكم لهؤلاء إن كانوا فراد أو كانوا جماعات مسلحة تقوم بانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الدول. نعم، لكن سيد عبد الناصر، يعني في مسألة نظام روما، يعني انضمام اليمن إلى اتفاقية نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية لم يحسم حتى الآن على ما يبدو بسبب إقراره ثم إلغاؤه من البرلمان. أخي نعم، هناك شاهد تعتبر سابقة غير قانونية، ولكن المحاكم الدولية فيما يخص هذا الجانب تأخذ بالحق الإنساني ولا تأخذ بالحق القانوني فقط لما تأخذ من قرارات الدول. نعم. لأن انتهاك الحق للأفراد وللدول من خلال ميليشيات مسلحة تدعم من خارج إطار الدولة نفسها يأخذ القانون في روما بها، وعملية تثبت أو الإقرار من مجلس النواب أو من غيره تكون إلى حين آخر، وهذا معلوم به وقد ترتبت عليه كثيرا. نعم، لكن هل تعتقد أن الحكومة يعني ستنجح في بما أعلنت عنه وهي مسألة جمع الوثائق المتعلقة بجرائم ضد الشعب من قبل أفراد الميليشيات؟ نقول أنها قد تنجح، فعلا هي بدأت تنجح من خلال وجود المنظمة أو الهيئة التي أنشئت بموجب وبعد ثورة 2011 بأن يكون هناك جمع للاستبدالات والوثائق والمشاريع، ونحن الآن كنا قبل قليل مع نائب رئيس اللجنة، أي أننا مقدمون على وثائق حقيقية، ولكن نحتاج من الدولة أن يكون هناك إسراع وعملية التجميل وعملية التوثيق السريع، وأن يكون هناك حقيقة أن نؤمن بأن هناك حكومة الآن موجودة على الأرض وهي ستعمل على إنجاز هذه الوثائق، ونحن نشد على أذنها أن يكون هناك فرق رافدة لهذه الهيئة الوطنية لجمع الاستبدالات بشكل أسرع لرفعها إلى المنظمة الدولية، لأن التأخير يسبب مشاكل كثيرة نحن نراها الآن على الأرض، وهي ومن هذا الكلام ما تقول الآن في الإعلام. هل نحن أمام شيء ينجز ونريد أن يكون موضع حل على الأرض؟ لكن ماذا لو قدمت الميليشيات ملفات مماثلة؟ ملفات مماثلة مثل ماذا؟ نحن أمام ملفات هي تبدأ بنقطة اغتصاب الدولة، واغتصاب الدولة هي جاء على إثرها عملية القتل والابتزاز وعملية انتهاك حقوق الإنسان من رئيس حتى أصغر فرد. ما الذي جاء بالميليشيات من 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 مناطق في مران لتقتل الناس في عدن وفي تعز وفي الحديدة؟ هذا الإجرام لا يمكن أن يقدم شيء مساوي له. ربما هم ينظروا أيضا لازدياد الغارات الخاطئة والتي يعني يذهب ضحاياها المئات من المدنيين، أن الحكومة أو الشرعية هي المسؤول الرئيسي عن عن عن, عن ما يحدث وبإمكانها استغلال هذا الجانب. سأتطرق لهذا الموضوع. ما يخص عمليات الضرب الجوي أو
الأخطاء التي تتم، ما دام وأن هناك من يقوم بأن هناك خطأ ما حصل ويقوم بعمل جمع الإجلال والتوثيق بأن هناك خطأ حصل، لابد أن يعاقب كل من أخطأ بشكل مقصود. لكن إن كان بشكل غير مقصود وهذه تفوت الأعمال الفنية والعسكرية فهذا له إجراء آخر غير ما نتكلم به الآن. والتوثيق الذي يقولون بأن الشرعية مسؤولة، طبعا الشرعية مسؤولة عن كل ضرر كانت خاطئة صحيح. نعم، طيب يعني البعض أو أيضا الكثير يتساءل لماذا تأخرت خطوة كهذه من قبل الحكومة الشرعية؟ ما هي الذي تأخرت؟ ما الذي تأخر؟ يعني الخطوة هذه التي أعلنت عنها الحكومة بمسألة تقديم وثائق وأدلة بتورط قيادة الميليشيا، لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ أنا لا أراها أنها تأخر، ولكنها مسألة روتينية كما يدور القانون في الوطن العربي أو يدور القانون في روحه في القوانين اليمنية. نحن واقفين على روتين ممل، وقد نقول عجينا بهذا الروتين الممل، ولكن خير من أن لا تحضر، فنحن حاضرون الآن لأن يعني هناك ملفات تجهز، هناك شيء قد تم إنجازه، ما علينا إلا بالتحرك نحو المحكمة الدولية والنصاب التي تستطيع أن تأخذ للإنسان حقه وللدولة حقها. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر السيد أو المحامي عبد الناصر العربي عضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كنت معنا من عدن. و ختام الحلقة أيضا أشكر ضيفي المحامي حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات أو في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا رحبنا في بداية الحلقة بوكيل وزارة حقوق الإنسان كان يفترض أن يكون معنا ولكن لم نستطيع التواصل معه نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغرم وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله.